الحديث اليوم على أكثر من 130 ألف مؤسسة، مؤسسات صغرى متوسطة مهددة بالإفلاس في تونس. 130 ألف مؤسسة، شوف قداش تشغل من يد عاملة. لو تفلس باش تنتج عليها البطالة، باش تزيد تتعمق مشكلة البطالة، وعندنا أكثر من 750 ألف بطالة. لا، البطالة ماشي تكثر، البطالة عبارة فيروس ما قالوش حتى حل في البلاد هذي. بالحق راهو ماشية وتكثر، ماشية شباب يبطل القرايه، يمشي بطال تحت الحيط، تكثر بركاجات، تكثر السرقه، تكثر برشا حاجات. المؤسسات برشا الخاصه بعد الكوفيد ومن بعد الشيء اللي جانا في العامين هذوما، برشا مؤسسات سكرت، برشا بطاله، ثم برشا في تونس برشا. شنيه وين تحب تونس؟ فانا قطاعات كلها فيها بطال. ياك تشوف في نسبه البطاله في تونس، معناها تشوف لقاوي عباد فلس، عباد ما عباد تبات في الشوارع، عباد ما عندهاش حتى ملجأ باش تبات فيه. هو ربي أول حاجة وصانا عليه هو السكن، وصانا عليه. فما عباد تحكم في البلاد هذه خويا، تخمم في روحها، تخمم في ولادها، تخمم في عائلتها، ما على بالوش معناها بيك هو وأنت والشعب، هو اللي وصلوا للحكم ووصلوا للمناصب ووصلوا برشا حاجات. ما خويا هاك تشوف انت شطر شباب تونس طيش في روحها في البحر، طيش في روحها، ما يقول لك خويا انا نخرج لبرا، نبات لبرا ولا نبات لهنا، يشوفني هذاك ويشوفني الاخر، يشوفني ولد عمي، يشوفني ولد خالتي، يضحكوا علي. معناها بلاد تونس ما عادش فيها تو اي انسان، تو شوف حتى طفل صغير تسال تقول له تونس ودرا شنو، يقول لك خويا لا عاد تونس، لا حشتي بتونس، لا نحب شيء، بطاله وفقر، ميزيريا، كل شيء موجود في البلاد هذه اللي تخمم فيه، كل شيء موجود. الشركات المتوسطة والصغرى هي اللي تحرك في البلاد وتعاني، معناتها مش جديدة هذه، أنا 10 سنوات وهي تعاني الشركات هذه. ونتذكر معناتها أنا مرة سمعت المدير العام للشركات هذه يحكي على أن الشركات هذه باش تسكر لأنهم يمشوا للبنوك ما تعطيهمش الفلوس، في حين أنه يمشوا البرجوازية المعروفين معناتها يتحكموا البلاد ويسيروا في البلاد، يمشوا تعطيهم البنكة، معناتها كاين البنكة ملكهم، معناتها مشي ملك، معناتها مشي، معناتها من حق الشعب الكل ومن حق المستثمرين الكل باش ياخذوا. ما الشركات هذه اذا طبيعي جدا اذا كان حبست هي باش تحبس البلاد كامله، وهي ديجا البلاد حابسه توا وظاهره للناس الكل، معناتها اقتصاديا اني ما عادش نجم تتحمل اكثر من هكا. بالطبيعه معناتها الناس هذه باش تتسرح، باش تضاف الى نسبه البطاله في تونس، واللي معناتها وباش يولي الاستريس اكثر والضغط اكثر والجرائم اكثر، وباش تفسد معناتها البلاد اكثر من اللي هي متعفنه توا. يلزم اهتمام بالشركات هذه واعاده الاعتبار لها، لان هي اللي تشغل في العباد وهي الموجوده في الوسط، يعني في المناطق الداخليه، يعني في وسط البلاد، في قلب البلاد. الشركات الكبرى صحيح مهمه، لكن الشركات الصغرى المتوسطه زاد عندها دورها، وهي اللي تخدم معناتها في خاصه في الجهات الداخليه، هي اللي تشغل في العباد. نحن توا كي نرجعوا لاسباب الازمه، نشخصوها الازمه الاقتصاديه والاجتماعيه، وزاد تخلطت عليها ازمه سياسيه، فهمني، نلقاو الاسباب هي بيدها مرتبطه ارتباط عضوي ببعضها. الثوره نتاع 2011 جات على المنوال الاقتصادي، جات ثارت عباد على خاطر ثم منوال اقتصادي ما مشاش، ما عطاش شغل، ما عطاش معناتها استثمار، ما عطاش حتى شيء، ثارت العباد. يبان نحن بعد ما ثاروا التوانسة نفس السياسات الاقتصادية والاجتماعية تواصلت. هي صحيح المؤسسات هذيك مش تسكر، بالحق مش أكثر نسبة البطالة أكثر من اللي عندنا تو حاليا، أما هي نسبة البطالة عندنا برشا 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 بكثرة، يعني كم زيد مسكر المؤسسات هذيا كما قلت أنت باش تولي عندنا يعني بزيد بطالة برشا، يزيد التين بل يزيد التين، لا يزيد يولي أكثر وأكثر، فهمت؟ مش تولي الوقفات احتجاجية برثة، ومش تولي عرفت الشارع التونسي باش يولي، عرفتك الانسان يمشي خايف، عرفت سبحان الله تصيرش حاجة، سبحان الله، عرفت خاطر البطالة هي كتشوف المرفات صارن في شارع حبيب بورقيبة مش شيء هذا كثرة برشا في العشر سنين هذوما، برسك ما نخرج بن عليه شدة النهضة لتوا لطف رب، واحد يقول الله يقدر الخير وكهو. وفما عباد ثم شركات كيفك البستنا وكل عاملين هذمك هم سدان حنك هذيك الويه يخلصوا قاعد في الدار ولا قاعد في القهوة، ما يزاد هذيك يزاد هذيك تهلك صالح الدولة، فاهم برشا حاجات ولا يعني شو كيفاش يتصرفوا، معناتها شركة باش ناول الفلس على الأقل يخرجوا ما يخرجوا كيف الاتحاد، ثم برشا حاجات خرجهم
وخذوه بوته وخرج الواحد يخرج ويخلي الغيره. وتو انا نعرف انسان ما عايش باش ينتج اكثر من هيك، واش مخليه نورمال ما يخلي بلاصه الغير. مش باش تحل ازمه البطاله ومش كي نعيشوا 200 سنه قدام، خاطر فما عبيد فما 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 ميليشيا تحكم في الدوله هذيا، مش باش تحل خويا. كل واحد يجري، كل واحد يجري على روحه، فهمت؟ مش ملوش في الغير ومش ملوش في بطاله، ها باش نعملوا لكم ها ترشنوه. يعرفوك كان في الانتخابات اجا انتخبنا اجا تو نعملوا لكم تو نديروا لكم. مثال واحد من الناس من السخيره، انا من كي تجي تشوف كي تجي تشوف كي تجي تشوف السخيره خويا فيها 7 شركات بتروليه مصنفه منطقه فلاحيه. اشطر الشباب بطال خويا، ما على بالناش، عادي يجيو يخدموا فيها من برا عادي، اما صعب تجيبهم ان انت من بلايص الكل. ومعناها الشعب نتاع البلاد هذيك شباب المنطقة بطال، معناها كي تجي تشوف أنت تشوف معناها الحالة الاجتماعية نتاعهم، مع موجود في الدار تلقى في دار تلقى 7 أخوة بطالة سيجار ويتكيفوه 7 أخوة، معناها ما عادش تفهم حتى شيء في البلاد هذه. تقول ها باش تحسن كل يوم اليوم كل يوم اليوم خويا، وربي جريها على صلاحها وكهو. من نهار 25 ونحن نستناو في حاجات جديده في البلاد، نتبدل حتى شيء؟ شنو يتبدل؟ فما حاجه تبدل في البلاد؟ شنو اللي تبدل؟ فما حتى شيء يتبدل؟ فما حتى شيء؟ ان شاء الله ربي يقدر خير وكهو. كبير الابطال اكيد 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 اكيد. شوف انت الشباب الكل من 90 وانت جاي، شنو هو في البلاد هذي؟ اجا شوف انت شنو باش تزيدك اكثر من هكا؟ فما حاجه باهي في البلاد؟ فما حد شيء بطال ولا نخدم؟ باش نكذب عليك مشني بطال، اما نخدم انا عندي خاص وحدي نخدم للروح، اما نشوف فين انا عندي حانوت صغيره يجوني عباد نشوف البطال برشا بطاله فما في البلاد. عودت على روحك انت وحدي وحدي بحاجه صغيره واحد ماشي يكبر وكا وعندي حتى حل. داخليا القطاعات المهمه واهمها الفلاحه مش مهتمين بها، وكان السرق انت كان تدخل لوزاره الفلاحه وتعرف، يعني انا قريب من الفلاحه شويه، يحكوا لك معناتها شيء حبس المخ، معناتها الفلاح الكبير ياخذ معناتها قروض كما نحكوا معناتها على الشركات الصغرى والمتوسطه، انا ما ياخذوش قروض وما ياخذوش دعم وكذا، وبينما البرجوازيه المتعفنه، البرجوازيه تحكم البلاد 7 ولا 10 عائلات هم اللي ياخذوا الفلوس. الفلاحة نفس الوضعية، الفلاح الكبير معناتها اللي عامل كرافات وكذا معناتها ياخذ وعنده مليارات العالم ياخذ القروض وياخذ الدعم، والفلاحة اللي هما منهم للمواطن ومنهم معناتها للمستهلك مهمشين، ما ثمش اهتمام بهم، حتى منحة معناتها نتاع باش يعمل جابية وكذا ويزرع شوية خضرة وكذا مش موجودة. طبيعي جدا يعني الأمر معكر داخليا وخارجيا، والتوا يحكوا على السياحة وكذا، هي بلدان العالم الكل حبست سياحيا، ما عاد السياحة توا خاصة في العامين هذوما كورونا وكذا، ما عادش هما التوا يحكي لك على السياحة ومسيب لك معناتها السياحة قطاع مهم طبيعي جدا، لكن راهي ثم قطاعات أخرى، ثم زوز أشياء مهمين مسلمين فيهم اللي هي الفلاحة والشركات الصغرى والمتوسطة لازمنا نهتموا بهم، لأنهم هذوكم اللي شغلوا في الناس واللي شغلوا خاصة في أبناء المناطق الداخلية في الجنوب وفي الوسط وفي شمال الغرب. هي ماشي وتتعمق أكثر وأكثر وعن الحلول، فهمتني؟ عن الحلول والله يخزر لي الحلول، تنجم الحكومة تنجم عندها برشا حلول، غير فما أسمع ما يحطوش العصا في العجلة ويخلوهم يخدموا. بالنسبة لي أنا نقول خلوهم يخدموا وكهو، وان شاء الله تنقص البطاله هذه وكهو. نقول لك الحكومه ان شاء الله انا نشوفهم قاعدين يخدموا، حكومه باهيه وليلة محمد رسول الله سيفهم برشا بطاله، خلوهم يخدموا لارواحهم، وان شاء الله ما تسكرش المؤسسات هذه وكهو باش ما تزيد تكسر اكثر بطاله وكهو. انت بطال ولا لا؟ نخدم الحمد لله. خدمه رسميه فيكس؟ خدمه عندك سالير؟ كل شيء عندي سالير ولاباس، خدمتي لاباس، موظف ما غير نقول موظفين بالضبط بعد ما نعطيكش خدمة شنو بالضبط، اما الحمد لله ولا باس. واسمعني وراني نحس برشا على البطال، خاطر كيما عشت انا البطال قبل، خاطر بالحق انسان بطال فهمتني تو فهمتك تشوف فيها بطال هذه، يعني انسان ما عادش يعني 20 سنه باش يلقى 10,000 و20 دينار تحت راسه، ما عادش 20 دينار ما عادش تصرف فهمتني. اخويا من الاخر اللي عشته انا ما نحبش عباد تعيشوا تو. اللي لازم هو تغيير المنوال الاقتصادي درجة اولى، تغيير المنوال الاقتصادي وتغيير السياسات الاجتماعيه وخاصه التعليميه، على خاطر نحن اليوم نفتقر ليد عامله متكونه، التكوين المهني تحذف ما عادش ثم يد عامله مختصه، ليد العامله المختصه كنا نصدروا فيها للخارج،
فهمتني، كنا نصدروا في اليد العامله المختصه، وكان عندنا فوسفات يخدم، كان عندنا بترول يخدم، عندنا تصدير يخدم، عندنا سياحه تخدم. هذايا كله كي نشوفوا نحن الشيء اللي كان عندنا، الامكانيات اللي كانت عندنا وضاعت من يدينا، هذيك اسباب الازمه. الاسباب الازمه هي توقف انتاج الفوسفات، توقف جزئي في انتاج البترول، توقف كلي في السياحه، تعليم فاسد. توقت النجم نقولوا عليه تعليم فاسد، على خاطر ما ثماش تكوين مهني، ما ثماش يد عامله مختصه قاعدين نصدروا فيها للخارج، كنا نصدروا فيها وندخلوا في العمله صعبه. العوامل هذه كلها فهمني تربطها مع بعضها تلقاها تخلق ازمه، مع التاكيد على التهرب الجبائي لازم مقاومته. ثم تهرب جبائي كبير ياسر يلزم مقاومته زاد. ثم برشا هم مش قاعدين يدفعوا في الجبائي او في الضرائب، هم مش يدفعوا في الضرائب، اما نحن نشوفوا في الحلول. الحلول هي الاقتراحات بتاع الحلول، يلزم ثم حلول استعجاليه وحلول استشرافيه. الحلول الاستعجاليه نخرجوا من الازمه الاقتصاديه بتغيير منوال اقتصادي استعجالي، تو نحاول نغيروا استعجاليا معناتها المنوال الاقتصادي نغيروه، ونحاول نغيروا من السياسه الاجتماعيه، نعملوا اقتصاد تضامني اجتماعي، اقتصاد تضامني اجتماعي، ونشركوا المواطن يولي مساهم في الاقتصاد، هو بنفسه مساهم باش يولي ثم دفع جديد فهمني، ونحاولوا نقاوموا التهرب الجبائي باش نلموا اكثر، ندخلوا اكثر مداخيل الفلوس، ونجموا نخرجوا شيئا بالتدرج، ماهوش في ما كن فيكن. لا تونس ماشيه وتتازم اكثر، وان البطاله ماشيه وتكثر اكثر، ومتخرجين جدد، والناس اللي تعاني معناتها القدم كلها معناتها، ان البطاله معناتها قاعده تتضخم في تونس، والمشاكل قاعده تتضخم، والحلول ما فمش، لان نفس السياسات ونفس الرؤى ونفس المناهج معناتها اللي على مده 60 سنه قاعده تتواصل في تونس الى حد الان. ما نتصورش انه باش تكون ثم حلول، لانه الحلول تاتي بالبرامج الصحيحه، والبرامج الصحيحه ما فمش نفس يعني المناهج ونفس السياسات القديمه. ما نتصورش كان فما حلول على الاقل في توا معناتها في المده هذه. انا نعتقد انه تونس مشاكلها توا مشاكلها صعب جدا ان تتحل، خاصه على مستوى البطاله، وانت تعرف انه توا مسكر علينا العالم كامل، صندوق النقد الدولي، دول العالم الكل معناتها ماش تقترض فينا، الامارات اللي استنوا فيها باش تستثمر في تونس مشت تستثمر في تركيا. صعب جدا يعني وضعيتنا الاقتصاديه صعبه جدا، والبطاله اكيد ماشيه وتزيد لاني مربوطه بالواقع الاقتصادي.